ايه الرد اللي تلقيتوه من دكتور طارق شوقي على كل المطالبات دي؟ يعني قولي كده الاجنده اللي المفروض ان المجلس يتابعها مع وزاره التربيه والتعليم الفتره اولا الجايه. الدكتور طارق شوقي كشخصيه علميه كلها طبعا بنحترمه وبنديله له كل احترام وتقدير، او راجل صاحب فكر وكل حاجه، هي ردوده كلها انا اسف يعني ما تتماشاش معانا احنا كشعب مصري، انا صريح معاكي. ليه؟ ليه؟ انا لما باجي اتعامل مع بيئه معينه لازم بتعامل على اساس البيئه المحيطه ليا، وانا فكري عالي جدا بس مش هيتماشى مع البيئه اللي انا فيها، فلازم انزل ولو بجزء من المستوى بتاعي عشان اقدر اوصل لهم واخدهم معايا واطلع بيهم. ايوه، لكن طول ما في فارق، يعني الراجل بيعمل تطوير وانا اشهد بده انه مذهل تمام، في محتوى تعليمي عظيم. ايه اللي ناقصنا؟ بما اننا النهارده بنتكلم عن المعلمين، انا بطلب منه على الهواء مباشره اعمل حوار مجتمعي مع مدرسينك اللي هم اساس وزاره التربيه والتعليم. اقعد مع المدرسين سعادتك، لان انت في فجوه بينك وبين مدرسينك في الوزاره، ودي حاجه باينه جدا واضحه. اقعد معاهم وتحاور، لو هتعمل حوار مجتمعي بين كل مدرسين في كل محافظه على حده، في كل اكتر من محافظه، في قطاع مثلا بحري، في القاهره الكبرى، في اقعد اعمل لقاء، مش شرط مع النقابات، انا بقول سعادتك مع المعلم، اسمع منه، ما يمكن تاخد منه فكره جديده. خد منه فكره جديده رايق. يعني انا اسف، انا لسه بقول لسعادتك الشعب المصري النهارده سبب نجاح السيد رئيس الجمهوريه، ان الشعب المصري حس بيه وحس ان معاه رئيس بيحنوا عليه، رئيس عطوف، رئيس بالفعل عاوز يعمل حاجه للشعب، فالناس وقفت معاه، وده سبب نجاح رئيسي، ان انا احس بيك ان انت بالفعل واقف في ظهري. يعني سامحني يا سيادة النائب، دي إجابة برضو عامة. دكتور طارق شوقي وعد بإيه؟ إيه اللي أنتوا بتراقبوه؟ إيه اللي أنتوا منتظرينه إنه يحصل تحديدا؟ خلينا ناخد خطوة خطوة. في ملف 36,000 معلم، إحنا قلنا، أنا فاكرة جدا بعد زيارة دكتور طارق شوقي للجلسة العامة للمجلس ثم زيارته للجنة التعليم، انفراجة قريبة في ملف 36,000 معلم. لم إيه المتوقع يحصل؟ المتوقع إن على الأقل خالص ناخد فيهم قرار بان عودتهم، الناس دي اختبرت وكلفت الدوله كتير وهم دفعوا كتير، وانا بالفعل عندي عجز وعندي معاشات. هو في تفاوض، يعني اخر كلام سمعناه ان في هو بتوفير ميزانيه من ماليه او الكلام ده، او هو قال ان في انفراج، لكن ايه الانفراجه؟ احنا نفسنا كانوا ما نعرفهاش لحد دلوقتي، ما نعرفهاش وما نعرفش ايه التوقيت، وايه التوقيت اللي هيعمل. طيب، هل شايف حضرتك انه المصادر الكتير والمتعدده للتعلم ممكن تشيل شويه العبء او تشيل جزء من المسؤوليه لحين انه زياده اعداد المعلمين؟ يعني قناه مدرستنا، بنك المعرفه، قناه مدرستنا رائع، مستوى التعليم فيها مذهل، حلو جدا. هل ينفع نوجه الناس انه لو انت ابنك في مدرسه عنده نقص، المدرس الفلاني ما بيحضروش، حاول تدخله يتفرج، حاول، يعني هل انت تقييمك للمنصات الكتير اللي موجوده مفيدة، انها كافيه ولا لا؟ مفيده، وممكن نقول كافية في سن معين، لكن خلينا نكون صراحة، الطفل في مرحلة معينة عمرية لو ما خدش المعلومة مباشرة ما بيستفدش منها وما بتثبتش معاه. يعني انت شايف انه السن الاصغر ما تنفعش معاه؟ طبعا ما تنفعش معاه، زي ما انا قلت ان الاونلاين مش هينفع مع الاطفال الصغار، وافضل هقولها وهفضل اقولها. وبعدين انا بتكلم في بنية تحتية، طب انت النهاردة سعادتك انا هشتغل اونلاين في كل المدارس دي، في مدارس هل الريف المصري والنجوع والكفور اللي عندنا دي واصلها البنيه التحتيه دي بالفعل؟ ما هو ده الاجابه اكيد لا، والدليل ان احنا النهارده بنلغي الامتحان الالكتروني لسنه اولى ثانوي وثانيه ثانوي، فما نقدرش نعمل ده. بس